الرئيس السيسي يوجه بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم. البرهان يقول إن السودان يمر بوضع عصيب ويدعو الجميع إلى التحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن. روسيا تسجل أقل من 20,000 إصابة و900 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أدنى حصيلة منذ سبتمبر الماضي. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم، وبداية هذه النشرة دائما مع ندى رضا. ندى، أهلا بك نانسي. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرتي التضامن والتجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وعدد من المسؤولين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، ووجه بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج. كما وجه الرئيس السيسي بتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقا لأحدث المعايير الدولية. كما وجه الرئيس السيسي بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلا عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة والتي أنشأتها الدولة مؤخرا. عبر الهاتف لمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية. دكتور محمد، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز إلى هذه الجولة الإخبارية. بالطبع حضرتك كنت متواجد في هذا الاجتماع، لو يعني تشرح لنا أهم ما جاء في هذا الاجتماع دكتور محمد، تفضل. كل سنة حضرتك طيبة ومصر كلها بخير. أهلا بحضرتك. هو طبعا ده اجتماع كان مهم جدا الحقيقة، بيدرس موضوع في منتهى الأهمية، بيبين مدى رعاية الدولة بتوجيهات السيد الرئيس يعني أصحاب المشاكل الصحية الناتجة وفي أول حاجة إلى بعض الأطراف الصناعية أو بعض الأجهزة المساعدة. والهدف هو إنشاء مجمع طبي صناعي ذو مستوى رفيع بمواصفات عالمية، بحيث نوفر كل الأجهزة والمعدات التي يستلزمها أو في حاجة إليها هذه المجموعة من المواطنين في مصر بكل المواصفات العالمية لرفع المعاناة عنهم، وتوفير كل هذه الوسائل في كل الأوقات بذات الجودة أو المواصفات التي تطبق عالميا. طبعا في بعض الفئات بتحتاج أطراف صناعية، في بعض الفئات بتحتاج أجهزة تعويضية، فكل ده إن شاء الله هذا المجمع يعني هيوفروا ده الجزء الصناعي او الانتاجي. الجزء الثاني اللي حضرتك قلتي عليه في التقرير، وده نقطه مهمه جدا، طبعا في مراكز موجوده في مصر حاليا، وفي امبابة مركز ايضا، وفي مدرسه خاصه او معهد خاص بتاهيل بعض الفئات اللازمه لهذه التخصص. لكن الحقيقه توجيه سياده الرئيس ان يكون هناك نوع من الكوادر الجديده المؤهلة بمستوى رفيع، وأيضا كوادر قادرة على التعامل مع المرضى والتعامل مع الأجهزة وتدريب فئات أخرى تستطيع في مختلف المحافظات أن تتعامل مع هذه الفئات. طيب سأقتبس من كلام حضرتك دكتور محمد الجملة المتعلقة بأنه توجيه جديد يضاف لسلسلة الاهتمامات اللي بتوليها القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس لذوي الهمم وذوي الإعاقة. هذا المجمع دكتور محمد كيف سيتم العمل عليه فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالكوادر الجديدة؟ هل سيتم الاستعانة بخبرات خارجية؟ متى سيتم البدء في هذا المجمع وغيره من التفاصيل؟ الحقيقة الدراسة اللي اتعملت لهذا المجمع دراسة معمقة جدا، بقالها فترة بتدرس بكل مكوناتها
مكونات التكوين بتاع المكان، مكونات الإنشاء، مكونات التجهيز، المعدات التي سوف تستخدم، والكوادر البشرية التي سوف تعمل في هذا المكان. ما فيش شك أن يمكن في المراحل الأولى نحتاج بعض الخبرات العالمية للوصول إلى أعلى جودة ممكن. لكن المشروع بدأ فعلا، يعني هي ما عرض على سيادة الرئيس النهارده في هذا الاجتماع هو الشكل شبه النهائي لمكونات هذا المشروع على المدى القريب، الإنشاء، التجهيز، تدريب الكوادر، الاستعانة بكل الخبرات الوطنية، يكون عندها منظومة واحدة موحدة تحت هذا الكيان تستطيع أن تتعامل مع هذا المجمع ومع المنظومة بتاع توفير الأجهزة أو المعدات أو الوسائل الخاصة بمن هم في حاجة إلى مساعدة في هذا الاتجاه. نعم، دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر. وقعت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. يشتمل البروتوكول على الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة موضوعات الاستراتيجية والأمن القومية، وكذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين في مجالات البحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتسخير كافة الإمكانيات، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين في المجالات العلمية كافة. كما تضمن البروتوكول عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر فيها عدد من الخبراء في مختلف المجالات البحثية، وكذلك تبادل الزيارات بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، مما يوفر مناخا عالميا أو علميا يتميز بالاعتماد على المناهج العلمية المتطورة وباستخدام أحدث وسائل التدريب العالمية في البحث العلمي. يعد تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالمشاركين في منتدى شباب العالم والذي يحمل اسم World Youth Forum حلقة الوصل بين المشاركين والحاضرين في المنتدى، وذلك من خلال منصة مراسلة بجانب بعض المهام التنظيمية والتي تساعد المشاركين في الورش والفعاليات طوال أيام المنتدى. سيتمكن مستخدمو التطبيق من الوصول إلى المعلومات المطلوبة حول أجندة المنتدى وموقعه والمتحدثين جنبا إلى جنب مع الجداول الزمنية والتوقيت اليومي لكل جزء من الحدث. وستعمل الإشعارات الفورية على إبقاء المستخدم على اطلاع بشأن أي تحديثات للحدث أيضا. حصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب على الاعتماد من مؤسسة الـ ACCET الأمريكية بعد أن تم اختصار المدة المتعارف عليها للحصول على الاعتماد من 4 أو 5 سنوات إلى 2 فقط. وقد اعتمدت الأكاديمية في سبيل الحصول على هذا الاعتماد على شبابها وطاقم العمل بها ومدربيها دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية، ليتوج هذا المجهود بحصول الأكاديمية على اعتماد لكافة برامج المدرسة الرئاسية وحزمة البرامج التعاقدية والتكليفات الرئاسية وبرامج اللغات، وأيضا امتد الاعتماد ليشمل الهيكل الإداري للأكاديمية. هذا وقد أوصت اللجنة التي قامت بعملية التقييم بأن يتحول نموذج الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى نموذج قابل للدراسة من جانب المؤسسات الأخرى بوصفه نموذج فريد يجب دراسته والوقوف عنده. استقبلت دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لمتابعة تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة وبحث أوجه التعاون في تنفيذ برامج تدريبية جديدة خلال الفترة القادمة. وخلال الاجتماع أشارت دكتور هالة السعيد إلى وضع خطة شاملة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة مع الأكاديمية. من جانبها أكدت راغب أن التعاون المستمر مع وزارة التخطيط يأتي تحقيقا لدور الأكاديمية نحو تعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل والمبدع لقيادة عملية التنمية.
أكد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن بلاده تمر بوضع عصيب ومهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها، داعيا الجميع في كلمة له بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال السودان إلى ضرورة التحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن. زمن احتفالنا بالاستقلال المجيد مع العيد الثالث لثورة ديسمبر المجيدة، ثورة الشعب السوداني الأبي وشبابه الشم، ثورة مكملة لمعاني الاستغلال وترسيخ نضالاته لبناء الدولة السودانية الحديثة القائمة على أسس الحرية والسلام والعدالة، وهذا لن يأتي إلا بالتوافق والتراضي الوطني ونبذ الفرقة والتشتت، وأنكم تدركون جميعاً الوضع العصيب الذي تمر به بلادنا وحجم التحديات والمصاعب والأزمات التي تحيط بكيان الوطن، وهي في الواقع مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها ولا يمكن مواجهتها إلا بالوعي التام والأمان الخالصة والشعور بالانتماء الحقيقي لهذا الوطن، وضع مصلحته فوق أي مصلحة أخرى. وإنني أثق في الله عز وجل وأثق في وعيكم وحبكم لوطنكم، لذلك أدعو الجميع للتحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن والانتماء له فوق كل الانتماءات، فالأوطان تبنى بسواعد بنيها، فعلينا استخلاص الدروس والعبر من تاريخنا وتاريخ غيرنا من الأمم. وتعهد البرهان بحماية السودان من الانزلاق نحو الفوضى والخراب وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في مواعيدها المقررة. فالتنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل، فالتوافق طريقه قبول الحوار وقبول الآخر، وهو مفتوح للجميع، والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات. مواطنينا الشرفاء، إننا نجدد تأكيدنا على التمسك بالممسكات الوطنية وحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب، والعمل الجاد للمحافظة على الفترة الانتقالية ونجاحها واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام وبناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة في وقتها المحدد يفوض فيها الشعب السوداني من يختاره لحكم البلاد. دعت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين لضمان سلامة الرحلات الجوية الإنسانية. وقال ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أجهزة الاتصالات في مطار صنعاء تعرضت لمشاكل فنية، موضحا أنه طوال 18 شهرا الماضية أبلغت أطقم الرحلات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عن 10 حالات على الأقل لم يتمكنوا فيها من الاتصال ببرج المراقبة الجوية، مشيرا إلى خطورة ذلك. أعلنت الشرطة العراقية العثور على وكر للإرهابيين وعبوتين ناسفتين في محافظتي بغداد وكركوك. ذكرت الشرطة أنه تم تنفيذ عملية استباقية لتفتيش منطقة شاطئ التاج شمال بغداد أسفرت عن العثور على وكر لفلول داعش الإرهابي، كما تم العثور على عبوتين ناسفتين في منطقة وادي النفط بقضاء الحويجة في محافظة كركوك. ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا إلى نحو 9,660,000، كما سجلت القارة 228,000 حالة أو حالة وفاة جراء الجائحة. هذا وتم إعطاء أكثر من 188 مليون لقاح في جميع أنحاء القارة الإفريقية. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 288 مليون و 173 ألف حالة. ذكرت الجامعة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى أكثر من 5,436 ألف وفاة. وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، تلتها الهند
ثم البرازيل. أعلنت روسيا تسجيل أقل من 20,000 إصابة و900 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية في أدنى حصيلة منذ سبتمبر الماضي، وبلغ إجمالي حالات كورونا في روسيا أكثر من 10,500,000 حالة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 300,000 حالة وفاة. أعلنت إيطاليا رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 144,000 حالة إصابة جديدة. وطبقا لبيانات رسمية إيطالية، توفي 155 شخصا بسبب فيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. حتى منتصف ديسمبر الماضي كانت معدلات حالات الإصابة اليومية أقل من 30,000، لكن ارتفعت أعداد الإصابة بشكل كبير خلال موسم العطلات. من جانب آخر، وافقت بريطانيا على ترخيص استخدام عقار باكسلوفيد لعلاج المصابين بفيروس كورونا فوق 18 عاما من العمر، والذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية، وأثبتت التجارب نجاحه بنسبة تقارب من 90% في منع الأعراض الحادة بين المرضى الأكثر عرضة للخطر. وخلصت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية إلى أن العقار آمن وفعال في تقليل خطر الحاجة لتلقي العلاج بالمشفى وخطر الوفاة بين الأشخاص الذين يعانون أعراضا بسيطة إلى متوسطة الحدة. هذا وأوصت الهيئة باستخدام العقار خلال الأيام الخمسة الأولى من بداية ظهور الأعراض على المريض. أعرب مسؤولون في اليونان عن مخاوفهم حيال أن يؤدي تفشي سلالة أوميكرون إلى شلل قطاعات كبيرة من أجهزة الدولة ابتداء من الأسبوع المقبل. ورجح مسؤول يوناني أن يتم تطبيق العمل من المنازل على موظفي الخدمة المدنية الذين لا يتعاملون مباشرة مع الجمهور. وأشار إلى خطة في كل مؤسسة حول عدد الأشخاص الذين يمكنهم العمل من المنزل. ووصل عدد الإصابات الجديدة في اليونان إلى مستوى قياسي يومي جديد تجاوز 40,000 إصابة. وإلى الهند، التي ارتفع فيها إجمالي عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد إلى 1431 إصابة، حيث ينتشر المتحور الجديد حاليا في 23 ولاية. هذا وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن ولاية مهاراشترا الواقعة غربي البلاد الأكثر تضررا من جراء المتحور. وفي ضوء انتشار المتحور أوميكرون، أعلنت الهند توزيع جرعات وقائية للعاملين في مجال الصحة والصفوف الأمامية لمحاربة الفيروس، ولمن تزيد أعمارهم على 60 عاما اعتبارا من 10 يناير الجاري. أعلنت وزارة الصحة الماليزية تعليق إرسال مواطنيها مؤقتا لأداء مناسك العمر اعتبارا من 8 يناير الجاري إلى موعد يتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك لحصر انتشار المتحور أوميكرون. وأوضحت الوزارة أن تفشي سلالة كورونا المتحورة رجع إلى عدم التزام المعتمرين العائدين بإجراءات الحجر الصحي في المنازل، مما تسبب في انتشار الإصابة بين أفراد الأسرة. هذا وشددت الوزارة على أن تقييم مخاطر الوضع الوبائي للمتحور الجديد محليا ودوليا سيتم إجراؤه بشكل دوري قبل اتخاذ قرار بإعادة السماح بأداء مناسك العمرة. تحذيرات مستمرة وإجراءات متواصلة نهجان تتبعهما دول العالم للتصدي لجائحة فيروس كورونا. التحذير الأخير جاء من فرنسا على لسان الرئيس مانويل ماكرو، حيث استغل خطاب العام الجديد لدعوة مواطنيه للتصرف بمسؤولية، محذرا من صعوبة الأسابيع المقبلة مع زيادة أعداد المصابين. في بريطانيا، وصل رئيس الوزراء بوريس جونسون حث مواطنيه على الحصول على جرعة تنشيطية مضادة لكوفيد-19.
حيث تقوض الضغوط المتزايدة خطط الهيئة الصحية لتجاوز متحور أوميكرون. وتشير بيانات للحكومة البريطانية إلى أن ما يقرب من ثلث البالغين المؤهلين في إنجلترا للحصول على جرعة ثالثة لم يحصلوا بعد على هذه الجرعة. من جانبها سمحت سويسرا بخفض مدة الحجر الصحي لمخالط المصابين بكورونا من 10 إلى 7 أيام، في وقت تسارع فيه السلطات لوقف الانتقال السريع للعدوى في ظل انتشار متحور أوميكرون. وفي طوكيو تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا بالعمل على تعزيز الوقاية والاختبار والعلاج المبكر وتقليل المخاطر التي يشكلها كورونا على المجتمع، فيما أقر البرلمان الياباني ميزانية إضافية قياسية تبلغ 313 مليار دولار للسنة المالية الحالية التي تستمر حتى مارس القادم لدعم الاقتصاد المتضرر من الوباء. مشاهدينا الكرام، نشرة الثالثة مستمرة بعد هذا الفاصل. أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار على الدلتا والقاهرة قلت بشكل كبير بعد وصول المنخفض الجوي إلى الأرض، وأشارت الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على شمال الصعيد وسيناء. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. للمزيد من المتابعة والتفاصيل تنضم إلينا الآن مباشرة من هيئة الأرصاد الجوية مراسلة إكسترا نيوز جاكلين ماهر. جاكلين، إذن أرحب بك معنا في هذه النشرة، وكل عام وأنت بألف خير في أول يوم في العام الجديد. يعني سأترك لك الكلمة الآن لتحدثينا عن حالة الأرصاد الجوية اليوم وأيضا خلال الفترة القادمة، تفضلي. كل عام وأنت بخير نانسي، وما زلنا بالفعل نتابع آخر التطورات لحالة الطقس من داخل مركز الإنذار المبكر لمخاطر الطقس. معي الآن مباشرة الدكتور محمود القياتي، وهو يعني عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، يطلعنا على مزيد من التفاصيل وفرص سقوط الأمطار. يا دكتور، يعني شهدنا الآن ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بارتفاع درجتين مئوية، يعني حضرتك حدثنا إلى أين وصل الآن المنخفض الجوي وتأثيراته على مختلف المحافظات وتحديدا محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، اللي حضرتكم حذرتوا المواطنين من سقوط فرص أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول. طبعا الوضع الآن وصل مع تعمق المنخفض الجوي إلى داخل الأراضي المصرية، وبالتالي بدأ يؤثر اليوم بفرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من شمال الصعيد وتحديدا المنيا وأسيوط وسوهاج، وهذا بالفعل ما رصدته آخر صور الأقمار الصناعية الموجودة لدينا هنا داخل مركز الإنذار المبكر بمخاطر الطقس. كما تشير الشاشة أمامنا إلى وجود هذه السحب الرعدية على المناطق من شمال الصعيد التي ذكرناها، والتي تؤدي بالفعل الآن إلى أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة على أسيوط والمنيا وكذلك سوهاج. أيضا يتكون الآن سحب رعدية وسحب ممطرة على مناطق من سيناء ومناطق من شمال البحر الأحمر، ويسقط الآن أمطار بالفعل متوسطة ورعدية على مناطق من مدينة الغردقة. أيضا يوجد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى، وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي من المجالات أو الأنشطة اليومية. يوجد اليوم أيضا فرص أمطار بتتراوح ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على طول سواحلنا الشمالية. يعني تحديدا في محافظات شمال الصعيد اللي حضرتك او جنوب الصعيد اللي حضرتك اشرت اليها، عن
سقوط الأمطار من متوسطة إلى شديدة، هل بتختلف عن يعني الأمطار في الأمس مقارنة بالأمس، وآلية حضراتكم ل يعني التواصل مع مختلف المجالس والمؤسسات المحلية داخل كل محافظة على حدة؟ طبعا بالنسبة للأمطار التي شهدناها بالأمس الجمعة كانت هي ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. شهد الجزء الشمالي من الجمهورية بالكامل تساقط للأمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، بداية من سواحلنا الشمالية مرورا بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا محافظات شمال الصعيد. بالأمس شهدت محافظات الفيوم وبني سويف أمطار بالفعل ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، كما شهدنا بالأمس من خلال وسائل الإعلام المختلفة وكما تابعنا هنا من داخل مركز التنبؤات والإنذار المبكر من خلال صور الأقمار الصناعية. أما اليوم بتقل حدة الأمطار وبالتالي بتقل فرص وكميات الأمطار على كافة مناطق الجمهورية، ولكن اليوم تحديدا مع تعمق المنخفض الجوي أكثر على الأرض وبالتالي يجلب الكتل الهوائية الرطبة إلى مناطق الصعيد الموجودة أمامنا، وبالتالي يؤدي الآن إلى تكون وتكاثر هذه السحب الرعدية التي تؤدي إلى الأمطار التي نشاهدها حاليا. أما عن التنسيق مع المجالس المحلية وكذلك الجهات التنفيذية في المحافظات، فالهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل أي حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بتتواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية في الدولة، بداية من رئاسة مجلس الوزراء مرورا بكافة الجهات والمصالح التي تعتمد طبيعة عملها على حالة الطقس، وانتهاء عند مكاتب السادة المحافظين بالكامل. بيتم تخصيص متنبئ جوي متخصص لكل محافظة متوقع أن تتأثر بهذا الطقس السيء على مدار الحالة حتى انتهائها. دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، يعني ننسي هذه أبرز التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس الآن داخل القاهرة ومحافظات الجمهورية، ويعني ما زالت فرص سقوط الأمطار مستمرة معنا اليوم ولكنها تقل نسبة حدتها عن مقارنة بالأمس. ربما هذه أبرز التفاصيل، والكلمة الآن تعود إليك جاكلين ماهر مراسلة إكسترا نيوز. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل، وشكرا طبعا لضيفك الكريم، شكرا لكم. تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية جهودها لإزالة أثار الطقس السيء، وتشهد حالة الطقس في الإسكندرية تحسنا ملحوظا وهدوءا في أمواج البحر، حيث يعمل الميناء بشكل طبيعي. كما تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة كفر الشيخ جهودها لإزالة أثار الأمطار، يأتي هذا في وقت رفعت فيه المحافظة درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزتها المختلفة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية. تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة البحيرة جهودها لإزالة أثار الأمطار، وكانت المحافظة قد أعلنت تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، واستثنت من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات. يأتي هذا بعد أن شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة سقوط أمطار مصاحبة لرياح شديدة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل إكس نيوز محمد عبد العزيز. محمد، أرحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية، يعني لو تصف لنا المشهد، كيف تبدو الأوضاع وحالة الطقس في البحيرة اليوم؟ تفضل. أهلا يا ندى، وأهلا يا نانسي، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. يعني محافظة البحيرة شهدت اليوم السبت تحسن في الأحوال الجوية على مراكز ومدن المحافظة عكس أمس الجمعة الذي شهد سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة. كما شهدت محافظة البحيرة انتظام في الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين، من جانبها كثفت إدارة المرور حملياتها المرورية لتأمين حركة السيارات والتحذير من السرعة الزائدة خاصة على الطرق الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي. محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة كان قد قرر تعطيل الدراسة اليوم السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل
وفقا للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والادارات. وياتي هذا القرار نظرا لتوقعات هيئه الارصاد الجويه باستمرار تعرض المحافظه لموجه من الطقس السيء والامطار الغزيره وسوء الاحوال الجويه وحفاظا على سلامه الطلاب. محافظ البحيره كان له تصريح بان المحافظه استعدت لموجه الطقس السيء من خلال اكثر من 1260 معده وطاقم بالاضافه الى ماكينات الشط والمعدات والوحدات الخاصه بالحمايه المدنيه للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه اولا باول. اخيرا اذا هكذا تبدو الصوره في محافظه البحيره. على كل حال مراسل اكسترا نيوز محمد عبد العزيز، انا بشكرك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات والمعلومات. من جانب آخر، وصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة بني سويف عملها لإزالة آثار الطقس السيء، وقامت المحافظة بتفعيل غرف العمليات لمواجهة أي أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس. كانت المحافظة قد شهدت سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة. تولت فرنسا ولمدة 6 أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من خلال برنامج طموح لدعم أوروبا قوية وذات سيادة. وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقعات عالية للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، وقال إنه يجب أن يكون عام 2022 نقطة تحول أوروبية. ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار ري الذي ضرب الفلبين في ديسمبر الماضي إلى 407 أشخاص، فيما لا يزال هناك 82 شخصا في عداد المفقودين. هذا وأفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بتسجيل حالتي وفاء إضافيتين جراء الإعصار. وتسبب الإعصار في تدمير إجمالي ما يقرب من 535 ألف منزل. ساعدت الثلوج الكثيفة التي هبطت على ولاية كلورادو الأمريكية في إخماد الجزء الأكبر من الحرائق التي شبت في أحياء كاملة بالولاية، وأدت الحرائق إلى تدمير 500 منزل واضطر عشرات الآلاف من الأشخاص للفرار من دون تسجيل حالات وفاة. ونجم الحريق عن انهيار خطوط كهرباء على أرض قاحلة. دعت جنوب أفريقيا أو ودعت رئيس الأساقفة الراحل الحائز على جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو بإقامة جنازة في مدينة كيب تاون في كاتدرائية سانت جورج. وقد توفي بطل مكافحة الفصل العنصري يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 90 عاما. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمة الصحية اعتبارا من اليوم وحتى 10 يناير في جميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. قالت الوزارة إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية.
مشيرا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية. تتواصل أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرية سعود بمركز الحسينية بالشرقية، هذا وتم إنجاز 90% من أعمال مدرسة سعود الثانوية المشتركة، حيث من المتوقع تسليمها خلال أيام، فيما تم الانتهاء من أعمال مجمع الخدمات الزراعية ونقطة إسعاف القرية، كما تتواصل أعمال توصيل كابلات الإنترنت في القرية. كما تتواصل أعمال مبادرة حياة كريمة في قرية جلبانة بمركز القنيطرة شرق محافظة الإسماعيلية، حيث تم الانتهاء بنسبة 88% من أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية، كما يجرى إنشاء مجمع خدمات زراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة نقطة الإسعاف بالقرية وإنشاء مركز للشباب، كما تتواصل أعمال إنشاء كوبري جلبانة ومركز تنمية الأسرة والطفولة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على دور الصحافة المحورية في نشر الوعي والثقافة بين أبناء الشعب المصري، وخلال لقائه بالمهندس عبد الصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، شدد مدبولي على أهمية إتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى وضحض الشائعات ونقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تنموية وخدمية. من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تقدير جموع الصحفيين لكافة الجهود المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهم ودعم تطوير المؤسسات الصحفية القومية. أعلن وزير الري محمد عبد العاطي انتهاء أعمال تطوير حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح الحديقة خلال أيام. أوضح دكتور عبد العاطي أن الحديقة أو حديقة الياسمين تعد أحدث الحدائق الجاري تطويرها على مساحة 8 أفدنة، وتقع بالبر الأيمن لدليل الرياح المنوفي. انتهت وزارة الري مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط، وقد اشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر وجاهة الحديقة على فرع دمياط. شيعت جنازة الراحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، وأدى العشرات من الشخصيات العامة والوزراء صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد صلاح الدين بالمنيل. والدكتور جابر عصفور كان عضوا في مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ورئيسا للمركز القومي للترجمة، وأمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، ووزيرا للثقافة، وله العديد من المؤلفات التي أثرت المكتبة العربية. مصر كده فقدت مثقف رفيع المستوى عالي الدرجة يتجاوز دوره كأستاذ جامعة إلى مناصب عليا في الدولة، كان له إسهامات نقدية لا تنسى، ولذلك هو رحيل الدكتور جابر رحيل جسدي، لكن فكره وعقله المستنير وقدرته على استيعاب الآخر وقدرته على التعددية والخلاف و أدب الجم وأخلاقه الرفيعة، كل ده يظل محسوب في ميزان حسناته بإذن الله. الدكتور جابر عصفور مش بس كان وزير ثقافة ولا كان أستاذ في الجامعة، كان واحد من المفكرين والتنويريين اللي قدموا مشروع لأكثر من 50 سنة في الكتابة. قامة استثنائية بكل معنى الكلمة في تاريخ الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة، فهو أحد الكبار من أصحاب المشاريع الكبرى، وبفقده تفقد مصر والأمة العربية عالما ومثقفا ومفكرا كبيرا كان يحمل هموم أمته المصرية والعربية على عاتقه على مدار ما يربو عن نصف قرن كامل. إلى وقفة وآخر أهم الأخبار الاقتصادية.
بلغت قيمة المعاشات والحقوق التأمينية التي يتم صرفها في العام المالي 2021 نحو 250 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5% عن العام المالي السابق له. جاء ذلك في بيان لرئيس هيئة التأمين الاجتماعي خلال رئاسته مجلس إدارة الهيئة لمتابعة خطط التطوير الشامل لها واعتماد القوائم المالية النهائية للعام المالي 2020-2021. وكشف رئيس الهيئة عن ارتفاع إيراداتها إلى 357 مليار جنيه خلال العام الماضي بزيادة قدرها 36 مليار جنيه عن العام المالي السابق، وذلك نتيجة لزيادة عوائد الاستثمار. أكد لواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة البيئة لمتابعة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة. وخلال اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استعرض الوزيران آخر مستجدات مشروعات البنى التحتية الجارية على أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير، وأيضا موقف تخصيص أراضي تحويل المخلفات إلى طاقة. هذا وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي للشباب لإنشاء شركات صغيرة تشارك في عمليات الجمع السكنية، مما يخلق سوق عمل جديد في مجال إدارة المخلفات، مشيرة إلى سعي الدولة للإسراع في بدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة. إلى أخبار الرياضة. أعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد أوميكرون، حفاظا على سلامة بعثة الفريق المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. خضع أعضاء الفريق إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس. من جانبه، شدد الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة دكتور محمد أبو العلا على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة، مع منع الاختلاط تماما خلال معسكر القاهرة طوال مدة إقامة البعثة بالكاميرون. انطلقت اليوم الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز. نستعرض المباريات في العرض التالي. أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يدرس نقل مباريات فريقي ليفربول وتشيلسي الخارجية ضمن دور 16 بدوري أبطال أوروبا إلى ملاعب محايدة، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. فإن القرار الحكومي لإيطاليا وفرنسا بضرورة حصول الرياضيين على التطعيم ضد فيروس كورونا قد يجبر اليويفا على نقل مباريات الفريق التي ستلعب في إيطاليا وفرنسا إلى دول أخرى. هذا وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يويفا لا يفكر في أن يغير قوانينه وأن يجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزامياً. عبر كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد والبرتغال عن عدم رضاه عن أداء ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة الحالية. وأضاف رونالدو أن عودته لأولد ترافورد ستبقى دوما إحدى أهم اللحظات في مسيرته، مشيرا إلى ضرورة العمل بكد أكبر لتقديم أفضل بكثير مما يقدمه الفريق الآن لوضعه في المكان التي يستحقه حسب قوله.
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي إصابة مهاجمه إيدي نيكيتا بفيروس كورونا المستجد، واستبعد اللاعب من قائمة فريقه لمباراة اليوم أمام مانشستر سيتي ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي. وأتمنى النادي للاعبه في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر التعافي بشكل سريع. من جانب آخر، سيتولى مدرب بروغ البلجيكية فيليب كليمان تدريب نادي موناكو الفرنسي بدلا من الكرواتي كوفاتشا، وذلك بحسب مصدر مقرب من ناديه الإمارة أو من نادي الإمارة. وبحسب المصادر، قبل كليمان توقيع عقد لمدة 2.5 سنة خلفا لكوفاتش الذي أقيل الخميس الماضي دون الإعلان بشكل رسمي. هذا ويشرف كليمان على بروغ منذ مايو 2019 وقاده إلى لقب الدوري في آخر موسمين. وكان لاعب الوسط الدولي السابق قاد جينكا البلجيكية أيضا إلى لقب الدوري في 2019. هذا وحل موناكو ثالثا الموسم الماضي، ويحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 17 نقطة عن باريس سان جيرمان. سمحت رابطة الليغا الإسبانية لتيبو كورتوا وفيدي فالفيردي لاعبي ريال مدريد بالمشاركة في مباراة ختافي غدا الأحد ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني. أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن نتيجة اختبار كورونا الخاصة بالحارس كورتوا يوم 28 من ديسمبر الماضي كانت خاطئة، حيث إن الحارس البلجيكي حصل بعد ذلك على نتيجة سلبية في اختبارين متتاليين ولم تظهر عليه أي أعراض. يحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متفوقا على إشبيلية صاحب المركز الثاني بثماني نقاط. انسحبت لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو من المشاركة في بطولة ملبورن التي تعد مرحلة استعدادية مهمة قبل أستراليا المفتوحة، حيث لا تزال تتعافى من فيروس كورونا المستجد. كان من المفترض أن تشارك رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة في ملبورن ضمن استعداداتها للظهور للمرة الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة، لكنها قالت إن أول بطولة استعدادية في الموسم الجديد جاءت في وقت مبكر للغاية بالنسبة لها. حقق يوتاجاز الانتصار السادس على التوالي وتغلب على مينيسوتا تيمبر وولفز 120-108 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكية NBA للمحترفين. حقق دونوفان ميتشل أفضل رقم له في الموسم، سجل 39 نقطة وست متابعات وخمسة تمريرات حاسمة، وذلك لدى عودته بعد غياب عن مبارتين متتاليتين للفريق بسبب الإصابة في الظهر. وأضاف بويان بوغدانوفيتش 24 نقطة و12 متابعة ليرفع يتجاوز انتصاراته هذا الموسم إلى 26 مقابل 9 هزائم. Rudy Gay gives it up to Bogdanovich. He'll fire the three. Up and in. 20 straight points scored by Utah. إذن مشاهدينا، بالأخبار الرياضية نكون وصلنا مع حضراتكم لختام هذه النشرة. إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين.
الرئيس السيسي يوجه بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم. البرهان يقول إن السودان يمر بوضع عصيب ويدعو الجميع إلى التحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن. وروسيا تسجل أقل من 20,000 إصابة و900 وفاة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ سبتمبر الماضي. ختاماً لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت xnews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة والشكر موصول للزميلة نانسي نور.